problem 1 من first exam October 2019 will a car moves along a straight road from point A to point B with 80 km per hour speed and reaches point B after 2.5 hours. It stops at point B for 30 minutes and then returns to point A with a speed of 50 km per hour. During this round trip, يعني الـ average velocity بزيرو بغض النظر عن أي بيانات، طالما round trip ما تدخلش في التفاصيل. لو سألنا على الـ average velocity زي الـ part A قول على طول equal to zero، لأن round trip راح ورد نفس المكان. average speed اللي مفروض نحسبه، نحسب total distances على total times. نرسم الأول وبعدين نشوف الـ two parts. ممكن تفرض الحركة بأي اتجاه، لأن الحركة الأخرى هتكون عكسه. يبقى الاتجاه الأول فرضته يمين، والاتجاه الثاني هيكون يسار. يبقى هنا نقطة A نفسها، وهنا نقطة B. نكتب بيانات الرحلتين. الرحلة الأولى كانت بسرعة 80 كيلومتر per hour، وكانت بمدة 2.5 hour. نقدر نضربهم في بعض نجيب الديستانس اللي هتكون نفس ديستانس ال B to A. الرحلة الثانية 50 كيلومتر per hour، ونكون جبنا الديستانس من الرحلة الأولى أقدر أجيب التايم. عندنا constant speed، وبالتالي بنتعامل مع قاعدة المثلث اللي بتقول إن الديستانس بتساوي الـ V نوت السرعة الثابتة في التايم. مبدئيا كده أجاوب البارت إيه وأخلص منه. أقول as it is round trip، يعني ده تفصيل بقى ليك مش لازم تكتبه في الامتحان. started and ended with same point أو same position. على طول كده إذا ال V average تكتبها كده، أو تحط بار، أو تكتب الاتنين equals zero من غير ما أحسب ولا حاجة. أحيانا يكون السؤال فقط كده، يعني يكون في الفيرست إكزام ويكون يديك بيانات كتيرة جدا، يطلب ال average velocity وطبعا round trip، تقول زيرو وانتهى السؤال، ولكن ما حدش بيعمل كده. دلوقتي البارت بيطالب الافرج سبيد، يبقى محتاجين الدي 1 والتي 1، الدي 2 والتي 2. التي 1 عندنا ايكوالز 2.5 اورز. الدي 1 نحسبها من قانون الكونستانت فيلوستي في نوت 1 في تي 1، يعني هيساوي السرعة الأولى كانت 80 والوقت 2.5، ما نحولش لأن 80 كيلومتر بير أور والوقت بالأور 200 كيلومتر. يبقى كده عندنا الفيرست تايم والسكند تايم. في تايم للاستراحة 30 مينتس هسميه تي نوت، طبعا لازم نخليه بالساعة. تي نوت مفهوش مسافة 30 minutes. قسمت على 60 ليه؟ لأن الشغل بالساعة مديني وقت الاستراحة بالمينت، يبقى 0.5 hour. الدي 2 من غير كلام نفس الدي 1، ليه؟ إني رد نفس النقطة. يبقى الدي 2 equals to 200 كيلومتر. عايزين نحسب التي 2، فاقول ايه؟ اقول ان طبعا ده دي 2 مش دي 1، الدي 2 تساوي الدي 1. الدي 2 equals في نوت 2 في تي 2. اذا الدي 2 اللي هي 200 equals رجع بسرعة كام؟
50 تقريبا 50 أضربها في تي 2 إذن التي 2 equals 4 hours قسمت 200 على 50. عندنا كل البيانات نقدر نقول إن الـ average speed مجموع distances على مجموع الأزمنة، يعني دي 1 بلس دي 2 تقسيم تي 1 بلس وقت الاستراحة بلس تي 2. طبعا وقت الاستراحة ما كانش فيه مسافة. الدي 1 200 والعودة 200 2.5 التي 1 و.5 وقت الاستراحة و4 وقت العودة، يبقى 400 تقسيم 7 equals 57.1 والوحدة نفسها كيلومتر بير اور. يبقى لو عندنا جسم بدأ من نقطة ورجع نفس النقطة الافرج فيلوسيتي بزيرو على طول. الافرج سبيد عمرها ما تكون زيرو، دايما تكون بوزيتيف وما تكونش نيجاتيف. طبعا الافرج فيلوسيتي ممكن تكون نيجاتيف او بوزيتيف او زيرو، في حالتنا هنا زيرو. لو راح ورجع قبل نقطة ايه هيكون بوزيتيف، تخطى نقطة ايه هيكون نيجاتيف، رجع لغاية نقطة ايه الافرج فيلوسيتي بزيرو. اما السبيد بغض النظر راح ورد نفس النقطة او قبلها او بعدها لابد يكون بوزيتيف. ليه؟ لان بنجمع المسافات باشارات دايما موجبة، بناخدها الابسولوت فاليو بغض النظر عن هي قيمتها، يعني هل هي بوزيتيف او نيجاتيف. الابسولوت فاليو معناه ان هنخليها بوزيتيف دايما، وبالتالي الافرج سبيد لابد يكون لها قيمة. الافرج فيلوسيتي زي ما شفنا ممكن تطلع زيرو، ممكن تطلع سلبة زي ما شفنا في مسائل اخرى. Problem 2 من First Exam October 2019 will a ball is thrown vertically upward. Thrown يبقى في V note. Vertically upward ال V note positive. لو قال dropped أو released يبقى ال V note بزيرو. From the top of 20 meter tall building يبقى الارتفاع للبيلدينج 20 متر، يبقى لو هبطت للأرض هتهبط نيجاتيف 20 متر. With a speed of 15 متر per second يبقى ده الفي نوت. الفي نوت equals 15 متر per second وقلنا بوزيتيف. في البارت A find the speed. speed يعني من غير إشارة of the ball just before it hits the ground معناها نزلة. والفي final بتكون نيجاتيف، ولكن السبيد بتكون قيمة بوزيتيف ابسولوت الفيلوسيتي. How long is the ball in the air؟ يعني قد ايه من ساعة ما قذف الكرة لغاية ما هبطت للأرض. طبعا قوانين الفري فولينج نحطها قدامنا موجودة في الشيت ونختار منها اللي يناسب المطلوب. عندنا الفي نوت، عندنا الاكسلريشن لأنها free falling negative 9.8 متر per second سكوير، عندنا الارتفاع اللي هو الدي واي، بداية قذف الكرة فوق المبنى، نهايتها تحت، فالنهاية تحت البداية الفاينل بوزيشن تحت الانيشال بوزيشن، يبقى الدلتا واي نيجاتيف. المطلوب في البارت ايه السبيد يعني الفاينل فيلوسيتي، ومش مطلوب التايم. مدينا الفي نوت، مدينا الاكسلريشن، مدينا الدلتا واي، وطالب الفاينل فيلوسيتي، مش طالب التايم ولا مدين التايم. يبقى ندور على القانون اللي ما فيهوش تايم، القانون الثاني. يبقى البارت ايه انسب قانون لي هو القانون الثاني. انقله للشيت، طبعا ده موجود في شيت الاجابه، شيت الفورمولا شيت، تنقله لشيت الاجابه عشان تاخد درجته لو بيدوا درجه على كتابه القانون 2A dy. مش اغلبهم بيديوا، لكن في بعضهم طالما كتبت القانون المظبوط الصحيح تقدر تستخدمه في حل السؤال، بيعتبره جزء من الحل. يبقى ال v square equals 15 square plus 2 ال a بنيجاتيف 9.8، هتلاقيها في الفورمولا شيت ب 9.8، تحط لها نيجاتيف. في الكينيماتكس اسئلة شابتر 2 بنحط النيجاتيف مع الاكسلريشن، في شابتر 4 مش هنحط النيجاتيف لان هنرسم الويت لتحت.
الدي واي بنيجاتيف 20. إذن الفي تحل وتاخد الجذر التربيع هيطلع بوزيتيف أور نيجاتيف 24.8 متر بير سكند. إذن السبيد اللي من غير إشارة هيكون 24.8 متر بير سكند. ده البارت A. البارت B طالب التايم. نرجع تاني لبداية السؤال، عندنا الفي نوت وعندنا الدي واي وعندنا الاكسليريشن وطالب التايم. الفاينل فيلوسيتي خلاص مش عايزها، واللي ما احنا جبناه ممكن نستخدمها، لا ما استخدمهاش، جبتها حسبتها ممكن تطلع غلط تأثر على البارت بي. ابدأ دايما من الاول، خد الرو ديتا اللي اديها لك واستخدمها. عايزين التايم وما عندناش الفاينل فيلوسيتي، نبعد عن كل القوانين فيها الفاينل فيلوسيتي، نبعد عن الاول والثاني والرابع، نستخدم الثالث. الثالث ما فيهوش فاينل فيلوسيتي، وبالتالي حتى لو غلطنا في بارت A ممكن بارت B يطلع صح فتاخد درجته. احنا عندنا الدي واي في القانون الثالث بيساوي الفي نوت تي بلس هاف A تي سكوير. الدي واي قلنا نيجاتيف لان البداية فوق المبنى والنهاية في الارض. 15 التي مجهولة، هاف نيجاتيف 9.8 في تي سكوير. ننقل النيجاتيف 4.9 الليفت سايد، يبقى 4.9 تي سكوير ماينس 15 تي ماينس 20 ايكوالز 0. نعمل سولفنج بالآلة. ازاي نعمل سولفنج؟ انا هحلها معاك اهو. بضغط على مود وبعدين 5 وبعدين 3 اللي هي الكوادراتيك اكويشن، هكتبها اهو مود و5 و3 وبعدين انتر. ندخل الانبوت للآلة، هتحط ال 4.9 وتدوس equals، نيجاتيف 15 وتدوس equals، ونيجاتيف 20 وتدوس equals. هدخل معاك اهو 4.9 نيجاتيف 15 ونيجاتيف 20 وادوس نيجاتيف 15 ونيجاتيف 20 ودوست انتر، طلع قيمتين 4.07 التي 1 ايكوالز 4.07 seconds، وادوس كمان مرة انتر بالآلة طلع minus 1 second. طبعا النيجاتيف دايما rejected، مفيش تايم بالسالب، ويبقى ده الاكسبتد. لو عندنا 2 times هيكون في تايم اثناء الصعود وتايم اثناء النزول، نختار حسب احنا عايزين الرحلة اثناء الصعود او النزول. لو عندنا تايم واحد هو المقبول، واي نيجاتيف تايم بيكون ريجكتد. بروبلم 3 من فيرست اكزام اكتوبر 2019. 3 فيكتورز وذ ذا ماجنيتيودز A equals 44 متر، ال B 20 متر، ال C 15 متر ار شون. اف ام equals A plus C minus 2B، فايند ذا ماجنيتيود اند دايركشن اوف فيكتور M relative to the positive x axis. نفس السؤال بنفس الطريقة لشابتر 3، نعبر عن كل فيكتور بالتو كومبوننتس AX AY BX BY CX CY، بعدين نكتب المعادلة في صورة تو كومبوننتس MX equals AX بلس سي اكس ماينس 2 بي اكس، والام واي اي واي بلس سي واي نفس المعادله ماينس 2 بي واي. خلصنا نجيب الام از ماجنيتيود، سكوير روت لام اكس سكوير بلس ام واي سكوير. نرسم
المحاور ونحط الـ m x والـ m y ونشوف أي ربع ونحسب الثيتا. طبعا الثيتا حسب أي ربع هنكتب قانونها. نبدأ بالتعويض. الـ a totally في الـ positive y direction ملوش حاجة في الـ x، والـ 44 كلها في الـ y direction، في الـ positive y direction. الـ b x موجودة في الربع الرابع يعني positive، نقول 20 ونيجاتيف 20. الزاوية مع محور الواي نحط الكوساين لمحور الواي ويبقى الساين لمحور الاكس. دايما الكوساين مع الزاوية مع المحور المعروف زاويته. السي توتالي في اتجاه نيجاتيف اكس اكسس يعني نيجاتيف 15، والسي واي بزيرو. نطبق الاي اكس بزيرو، السي اكس نيجاتيف 15، وبعدين ماينس 2 في 20 ساين اللي هي ب 10، يبقى كلها على بعض نيجاتيف 35 متر. طبعا كل الوحدات مترز. ال ام واي اي واي اللي هي 44 بلس سي واي 0 ماينس 2 في ماينس 20 كوساين 30 بالآلة، تطلع 78.6 متر. الجذر التربيعي نربع 35 سكوير، الإشارة هتطير، 78.6 سكوير، ناخد الجذر التربيعي يطلع 86.1 متر. نيجاتيف مع بوزيتيف يبقى الربع الثاني نيجاتيف مع بوزيتيف، يبقى ادي الام اكس. طبعا مش لازم ترسم ولكن ليك انت عشان تعرف الزاوية في اي ربع. دي الثيتا، هيبقى الثيتا 180 degrees minus tan inverse للام واي اللي هي 78.6 تقسيم الام اكس اللي هي 35 بدون اشارات طبعا، يطلع الجواب 114 degree. دايما أسئلة شابتر 3 بنسبة كبيرة مباشرة جدا، مبقاش فيها أخطاء، لذلك يا ريت يكتروا منها. Problem 4 First exam October 2019 بيقول force F1 with magnitude F1 equals 40 newton pulls the 10 kilogram box on the frictionless floor while force F2 with magnitude 20 newton pushes the box vertically downward. في البارت A will find the acceleration of the box. في البارت B عايز the magnitude of the normal force acting on the box. نرسم free body diagram، نحط البوكس والقوة اللي عليه. البوكس نفسه وزنه لأسفل mg يعني 10g في رد فعل السطح لفوق N، في F2 من عنده وحطتها ب 20 نيوتن. عندنا فورس F تتحلل مع ال X كوساين لأن الزاوية معروفة، يبقى 40 كوساين 20 و vertically upward 40 sin 20. نكتب معادلتين، معادلة في اتجاه الـ X نجيب منها الـ acceleration، معادلة في اتجاه الـ Y نجيب منها الـ N. هقول سيجما الـ FX equals MA اللي معانا في اتجاه الـ X مفيش إلا الـ 40 كوساين 20 equals 10 الـ A. نقسم الـ 40 كوساين 20 على الـ 10، إذن الـ A بالآلة 3.76 والوحدة متر بير سكند سكوير. نكتب إكويشن في اتجاه الـ Y، يكون عندنا N أو أكتب سيجما الـ FY equals 0 لأن مفيش حركة في اتجاه الـ Y، الصندوق ما بيطرش، يبقى N
plus 40 sine 20 minus ال F1 و minus ال MG طبعا equals 0. عايزين ال N، إذا ال N equals negative 40 sine 20 plus F1 which is 20 plus MG which is 10 times 9.8 equals بالآلة 104.3 نيوتن. ياريت كل الأسئلة كده. Problem 5 first exam October 2019 will in the figure shown the cord is massless M1 equals 4 kg M2 equals 6 kg and the frictionless pulley has a negligible mass. في البارت A show the free body diagram for each mass. يبقى نقطع في ال 2 cords أو في ال 1 cord في الطرفين ونرسم ال M1 والM1 والM2 الM1 اللي على اليسار M2 على اليمين الM2 معاه تنشن لفوق وM2G لتحت الM1G لتحت التنشن لفوق. لو حابين نحط الاكسلريشن هتكون طبعا مع الوزن الاكبر اللي هو M2 وبالتالي اكسلريشن اتجاهها مع ال M2 لأسفل ومع ال M1 لأعلى. ده البارت A. البارت B بيقول calculate the magnitude of the acceleration of each mass. طبعا نفس الاكسلريشن بس واحدة upward والتانية downward. ندرس السيستم as a whole او السيجما الفورس ايكو طبعا عايز الاكسلريشن مفيش داعي ان احنا نقطع في الكورز سيجما الام في الاي طبعا الاتجاه الموجب مع الاكسلريشن اللي مع الاكسلريشن ام 2 جي اللي عكس الاكسلريشن ام 1 جي الكتلتين بيتحركوا بنفس الاكسلريشن يبقى عندنا 6 في 9.8 ماينس 4 في 9.8 يعني 2 في 9.8 6 بلس 4 هي الام 2 هي اللي ب 6 يبقى هقول 4 بلس 6 طبعا ممكن يتلككوا 6 بلس 4 زي 4 بلس 6 لكن عشان M1 كتبتها الأول نكتب 4 الأول إذا الأكسلريشن نقسم 2 تايمز 9.8 تقسيم 10 يديني 1.96 وما ننساش الوحدة متر بير سكند سكوير ده البارت B. طيب أكسلريشن الـ A أكسلريشن الـ M2 والـ M1 خلينا أكتبهم M1 نقول A of M1 equals positive 1.96 meter per second square. اما الاكسلريشن هو طالب ماجنتيود ولا طالب ماجنتيود يبقى نفس الشيء ما فيش داعي ان احنا نفرق طالما ماجنتيود ممكن تكتب كده acceleration of M1 يساوي acceleration of M2 وحط له ماجنتيود على كل acceleration قول ان هي 1.96 متر بير سكند سكوير. لو كان طالب الاكسلريشن وفقط كنت حطيت بوزيتيف ونيجاتيف بوزيتيف مع الام 1 ونيجاتيف مع الام 2. طالب التنشن بعد كده ان ذا كورد ندرس اي من الشكلين او اي من التو بلوكس ندرس التو بلوكس واحد نحسب منه والتاني نشيك عليه نقول سيجما FY يساوي M أو نكتب القانون عادي الأول
M في الـA. احنا ندرس يمين يعني T minus M1G. يبقى T minus M1G equals M1A باعتبار اتجاه البوزيتيف لفوق. يبقى T هيساوي الـ M1 اللي هي 49.8 بلس 41.96. بالآلة يطلع الجواب 47.04. ممكن نعمل لها نجلكتنج أو ندرس سيجما الـ FY equals MA المرة دي لـ M2. يبقى M2 لتحت G minus T لفوق يساوي الـ M2 في الـ A. احنا عايزين الـ T، إذن الـ T equals M2، نعوض بقى على طول M2 بـ 6 في 9.8 minus 6 1.96. بالآلة للأسف طلع 47 نيوتن، نفس جواب اللي وصلنا له من دراسة الـ M1. طبعا كده بتشيك على نفسك ان انت صح، مش محتاج تشوف بقى صاحبك ولا حاجة. في problem 6 first exam October 2019 بيقول a block of mass M equals 2 kilogram is released from rest. released او dropped تعني ان هو بدأ من سرعة equals 0، ولكن اكدها لنا بكلمة rest. on a frictionless inclined surface as shown. في البارت A find the speed of the block at the bottom of the incline. نخلص بارت A وبعدين نشوف الباقي. عندنا incline عليه بوكس او نقول بلوك على طول. نحلل mg sin ثيتا مع الانكلاين داون، وام جي كوساين عمودي على الانكلاين عكسها النورمال فورس. مفيش فريكشن ومفيش اي قوة اخرى. نحسب الاكسلريشن علشان نقدر نحسب منها الفاينل فيلوسيتي بعد مسافة اسمها دي، ممكن نحسبها من الرسم. نبدأ بحساب الاكسلريشن. هقول ان سيجما الفورس والاتجاه البوزيتيف مع الفورس ايكوالز او نقول مع الاكسلريشن يساوي ام الاي. الاكسلريشن طبعا داون وورد. الاف هي ام جي ساين 25 ايكوالز ام اي. نكنسل الام مع الام، نضرب الـ 9.8 في ساين 25، إذن الـ A equals 4.14 متر بير سكند سكوير. عايزين السرعة at the bottom of the incline. معنى كده نطبق قانون يكون فيه الفاينل فيلوسيتي مع الـ الانيشال فيلوسيتي مع الاكسلريشن مع الديستانس. بس عايزين نحسب الديستانس. عندنا الدي او نقول التان 25 ايكوالز، هنقول بقى الساين لاني مقابل على مجاور مقابل على وتر. الساين 25 ايكوالز الاتش على الدي اللي احنا عايزينها. يبقى عرفنا الدي، اذا الدي ايكوالز اتش اللي هي 5 تقسيم ساين 25، ده سوى 11.83 متر. هنستخدمها في معادلة الحركة اللي نجيب منها الفاينل فيلوسيتي. الفاينل فيلوسيتي مع الانيشال فيلوسيتي مع الديستانس مع الاكسلريشن، استخدم القانون الثاني اللي ما فيهوش التايم لاني ما طلبش تايم ولا اداني تايم. 2a dx
باعتبار ان الاكس داون ذا انكلاين والواي عمودي عليه. مش محتاجين ندرس الواي لان مفيش فريكشن، وبالتالي مش محتاجين النورمال فورس. يبقى الفي سكوير بتساوي 0 سكوير لان بدا فروم ريست 2 4.14 11.83. يبقى هضرب 11.83 في 2 في 4.14 واخد سكوير روت للانسر، اداني 9.897 9.9. اذا الفي هو طالب السبيد ولا طالب ايه؟ طالب السبيد. اذا الفي لاني طبعا نازل، فممكن نعتبر ان السرعة لو اعتبرنا ان الاكس داون دي انكلاين يبقى بوزيتيف، ولكن عموما هو عايز قيمة الفيلوستي، وقت اللي هكتب 9.9 متر بير سكند. ده البارت ايه. البارت بي بيقول if the coefficient of kinetic friction on the horizontal surface is mu k equals 0.15 find the distance d. دي مختلفة بقى غير اللي انا عملتها على الرسم. that the block moves on the horizontal surface before it comes to rest، يعني ال final velocity equals 0. عندنا ال initial velocity اللي هي final velocity down the incline اللي هي 9.9، وعندنا ال final velocity بزيرو اللي هو هنا كده v equals 0. عايزين الاكسلريشن عشان نحسب الديستانس. يبقى معنى كده نطبق قانون نيوتن الثاني مرة تانية، ولكن على الرف سيرفيس او السيجما الاف و الاف equals. احنا عندنا coefficient of friction يفضل على جنب كده، بعض الدكاترة بتجاوزوا عنها ولكن نعملها سيجما الاف واي equals 0 لان مفيش حركة في الاتجاه الرأس. معنى كده ان ال n minus ال m g equals 0. اذا ال n equals m g يعني تساوي ال m بكام يا ترى؟ ال m ال m ب 2 ف 2 times 9.8 equals 19.6 نيوتن. ممكن ما تعملش الخطوة دي، تتجاوز عنها لو ما عندكش وقت، ولكن سهلة. ممكن نرسم ايضا فري بادي دياجرام مرة تاني. ادي الفري بادي دياجرام على الرف سيرفس. عندنا ام جي لتحت ونورمال فورس لفوق، وفي فريكشن الوحيدة، القوة الوحيدة اللي في اتجاه الهوريزونتال دايركشن اللي هي ميو كي في الان، ودي اللي تعمل لنا اكسلريشن. هقول سيجما الاف، احنا خلاص درسنا الواي، يبقى سيجما الاف اكس ايكوالز الام اي. وهنقول ان الاكسلريشن في الاتجاه، نعتبر الاتجاه الموجب زي ما انت عايز، طبعا هعتبره يمين مع الفريكشن. اذا هحط بقى الفريكشن مرضي بالموجب، لان حطيت البوزيتيف دايركشن معاه الميو كي في الان ايكوالز الام اي. الميو كي كانها 0.2 0.15، الان اللي هي 19.6، الام ايكوالز 2 تايمز الاي. اذا الاي ايكوالز نقسم 0.15 تايمز 19.6 تقسيم 2، اداني acceleration 1.47 متر بير سكند سكوير، والاتجاه زي ما احنا شايفين يمين. بالنسبة للحركة يعتبر عكس، يعني تعتبر نيجاتيف. هنطبق دلوقتي معدل الحركة نفسها اللي احنا طبقناها من شوية، مش طالب التايم، طالب مسافة. يبقى v final square يساوي v initial square plus 2a دي اكس اللي هي دي اللي عايزها. الفاينل فيلوستي هتوقف، الانيشال اللي هي 9.9 من شويه حسبناها بلس 2 نيجاتيف لان الاكسلريشن عكس الحركه في دي. اذا الدي ايكوالز هقسم 9.9 سكوير تقسيم الانسر اللي هو 1.47 تقسيم ال2.
طلع الجواب 33.34 متر. يبقى دمج شابتر 4 مع شابتر 2. شابتر 4 طبقنا فيه نيوتنز سكند لو مرتين، مرة على انكلاين ومرة على هوريزنتال رف سيرفيس، وطبقنا نفس الاكويشن للكينيماتيك اللي تحسب لي الديستانس من السرعة الابتدائية مع السرعة النهائية مع الاكسلريشن. يعني سؤال يعتبر عميق شوية وكان اصعب سؤال تقريبا في الميدتيرم.